ونروح بقى لجماهير النادي الأهلي اللي بتفكر في الاختبارات خلال الفترة القادمة. كنا قلنا لحضراتكم في الحلقة اللي فاتت إن شاء الله النادي الأهلي سيعلن قريبا عن افتتاح الاختبارات بإذن الله. خلاص تم الإعلان، ومن خلال برنامج الأشبال وكل اللي بيتابعونا وكل اللي بيشوفونا دلوقتي وبيشاهدونا عبر قناة النادي الأهلي، بزف لحضراتكم بشرة سارة لكل ولد حلم من ضمن أحلامه إن في يوم من الأيام يلبس تيشيرت النادي الأهلي. اختبارات النادي الأهلي إن شاء الله هتنطلق يوم السبت القادم. يوم السبت القادم زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم، يوم السبت 17/6 هيكون بداية الاختبارات مواليد 2018 و2017 و2016. يوم الأحد 18/6 هيكون 2015 2014 2013. يوم 19/6 يوم الاثنين 2011 2012 2010. ويوم 20/6 يوم الثلاثاء القادم زي النهارده هيكون مواليد 2009 و2008 و2007. دي مواعيد اختبارات النادي الأهلي. النادي الأهلي فتح من النهارده للي يحب يشتري استمارة الاشتراك في النادي الأهلي. الاستمارات موجودة في كل فروع النادي الأهلي، في الجزيرة، في الشيخ زايد، في مدينة نصر، في التجمع الخامس. الاستمارة موجودة، بداية الاشتراك بيكون من الساعة 10 صباحا حتى الثالثة عصرا. دي مدة اللي عايز يشتري الاستمارة ويروح في الأيام المحددة بالتواريخ والمواليد اللي احنا عارضينها قدام حضراتكم. إن شاء الله هيكون في تنظيم كبير، في استقبال لكل الأعداد، لو أعداد كبيرة جدا النادي الأهلي عامل حسابه، قطاع الناشئين الكابتن خالد بيبو، كابتن بدر رجب أيضا على أتم الاستعداد وكافة الاستعداد إن شاء الله إن تكون اختبارات كبيرة ونموذجية للنادي الأهلي، ومش هيعدي ولا يهرب ولا يفلفص كده زي ما بيقولوها مننا أي موهبة. إن كابتن بدر رجب إن شاء الله متواجد بنفسه في الاختبارات، هيكون في تنظيم أكثر من رائع. نروح للمشهد أكتر والصورة أكتر ونقول له بقى ألف مبروك أولا على انضمامك للنادي الأهلي، وألف مليون مبروك على البطولة الأفريقية الكابتن بدر رجب. تحياتي ليك يا كابتن بدر. تحياتي ليك يا أسامة، وتحياتي لجماهير النادي الأهلي ومجلس إدارة النادي الأهلي. مبروك للنادي الأهلي البطولة رقم 11، التاريخ والمجد لأبطال النادي الأهلي ومجلس إدارته وجماهير النادي الأهلي. وشك حلو علينا. ربنا يخليك يا حبيبي، ربنا يخليك. كابتن بدر، يعني اختبارات النادي الأهلي بمجرد الناس كلها بتسمع موعد اختبارات النادي الأهلي بنشوف توافد أعداد كبيرة ما شاء الله للاختبارات، ناس كتير أو لعيبة صغيرة كتير حلمها في يوم من الأيام تلبس تيشيرت النادي الأهلي. عايزين نتكلم السنة دي ما شاء الله، أنا شايف إن حضرتك بادئ الاختبارات يعني من 2018. أنتوا هتفتحوا روضة ولا 2018 فعلاً؟ لا، احنا 2018 دي بيقولوا اختبارات فعلا اللي هم الخمس سنين. ايوه، واللي هم خمس سنين ونص، يعني قريبين من الست سنين. تمام، وده وضع طبيعي جدا في كره القدم ان انت بتبتدي بدري، لان بيبقى عندك عدد ساعات المفروض ان انت تكون من خلال قطاع الناشئين خدتها عشان تطلع للفريق الاول، زي الطيار كده اللي بيقولوا له مثلا ده طيار عنده خبرات كبيره، ما عمل اميال كبيره جدا. أيوة. وطيار لسه عمل اميال صغيره، فتركب مع اللي هو عمل خبرات، ده عنده خبرات، بتبقى في الامان. بالتالي لعيب كره القدم في علم كره القدم الحديثه بقى موجود ان انت تبتدي بدري. نمره واحد حبك للنادي، نمره واحد البيئات المختلفه بتعرفوا على بعض، نمره اثنين بمرحله تعليميه مش تدريبيه، مرحله تعليميه بحته مش تدريبيه. بعض الحاجات الجميله اللي هي فيها العاب ترفيهيه للولد، حاجات فيها السنسبول دي بالنسبه للمرحله السنيه الصغيره اللي هي مرحله اكتشاف، مرحله اكتشاف الاولى، وبعد كده بتشتغل على الاحساس والسنس مع الولد بحيث ان هو انت بتكتشفه بدري، بالتالي بتحضر شغلك بدري قبلها بسنتين ثلاثه اللي هي اول فرقه في قطاع البراعم. فعشان كده بدانا من السن الصغير، ودي حاجه جديده اول مره تحصل في مصر، وانا كنت عملتها في دوله الامارات الشقيقه لما كنت شغال، ونجحت نجاح مبهر جدا، لان بقى عندنا قاعده كبيره جدا، مش محتاج كل سنه تروح تجيب لعيبه، بقى عندك ناس قاعده كبيره على طول بتطلع ورا بعض الاعمار، ورا بعض ورا بعض بيسلموا بعض لغايه ما يوصلوا لقطاع الناشئين، وبالطبيعيه يوصلوا للفريق الاول. وان شاء الله الفكره ترجح مع النادي الاهلي يا كابتن بدر. احنا النهارده الاختبارات بدايه من 2018
ل 2007. ليه 2007 ما يعني ما عملناش 2005؟ برضه وجهه نظر حضرتك الفنيه. الاعمار الكبيره يا كابتن اسامه تبقى فيها مشكله شويه. ان ممكن تتكعبل في واحد في السنه كده من الاعمار السنيه الكبيره، لكن ممكن تتكعبل في 100 لعيب صغير بالاعمار الصغيره لان لسه ما راحش نادي. لكن اللي وصل ل 17 18 سنه بيكون في نادي وبيشارك يعني في نادي درجه اولى في نادي. يعني اكيد في نادي، والمفروض المرحله السنيه دي عندك 18 سنه تلعب فريق اول، فانت مش هتبقى بتلعب يعني مش في نادي، اكيد بتلعب في الشارع مثلا، استحاله اكيد كل اللعيبه دي في انديه. بالتالي الحاجات اللي في الاختبارات بالنسبه للعيبه الصغار هي دي اللي بتجمع فيها القاعده من الصغر، بالتالي بتعمل الاعمار اللي هي تقدر حتى كمان تطورها. يعني يتمرن معاك سنتين ثلاثه، واخد بالك، ايا كان سنه حسب مرحلته السنيه. بالتالي انت مثلا لو بتشتغل على المرحله اللي هي بتاعت 2007، فانت محتاج تشتغل على الجانب البدني، الجانب التكتيكي، الجانب الخططي، كل دي حاجات بتشتغل عليها، بيبقى عندك سنتين ثلاثه تقدر تلعب فيهم. لكن اللي قبل اللي فوق كده صعب جدا. تمام كابتن بدر. النادي الاهلي ان شاء الله بالمدربين مستعدين، حتى لو في اعداد كبيره في يوم السبت، لو ان شاء الله احنا اعلنا دلوقتي من خلال السوشيال ميديا تم الاعلان عن اختبارات النادي الاهلي، من المتوقع ان الايام السبت والحد والاثنين والثلاث، الايام اللي تم فيها الاعلان، هيكون في اعداد كبيره جدا. النادي الاهلي بقى مستعد بالمدربين بتوعه ان شاء الله ان مفيش موهبه تعدي مننا ولا اي حاجه؟ هقول لك على حاجه يا كابتن اسامه. احنا شعار الاختبارات في النادي الاهلي العدل اساس الملك. حلو قوي. لازم تعرف ان كل لعيب، الرساله دي مهمه توصل لاولياء الامور كمان اللي هيروح ان شاء أكيد الله. اكيد اكيد. وده الكلام ده كان موجود قبل كده، قبل احنا ما نيجي، وان احنا بنكمله. احنا بنكمل شغل الاخرين يا كابتن اسامه، مش بنشتغل لوحدنا. فاحنا انا عنواني في الاختبارات، وقلت لمدربيني كده، العدل اساس الملك. اللاعب اللي يستاهل يبقى موجود في النادي الاهلي، احنا اللي هنجري وراه، واحنا اللي هنستقطبه، واحنا اللي هنعلمه، واحنا اللي هندربه عشان يفيد النادي الاهلي اللي هو الذخيره الاساسيه للمنتخبات المصريه. النادي الاهلي ما بيشتغلش لوحده بس، النادي الاهلي بيشتغل لمصر. بالتالي احنا لازم نكون قد المسؤوليه. معايا رجاله يتحملوا المسؤوليه، قد ايه هم عايزين مشتاقين جدا للاختبارات، وقد ايه هم هيبقوا مركزين، وانا مع كل ترابيزه هكون موجود. ممتاز. مع كل لجنه حاطينها هكون موجود. ممتاز. اي اختلاف هيبقى الرجوع للجنه وليا، عشان الولد ده ما يفلتش مننا. حلو. ويبقى اتظلم وما خدش فرصته. لكن احنا بنوعد كل اولياء الامور ان انت هتاخد حقك مره واثنين وثلاثه. ده حق مشروع وحق طبيعي جدا لاي ولد عنده طموح يمثل النادي الاهلي او عايز يلعب في المنتخبات المصريه. اخيرا يا كابتن بدر، اهلا بيهم. يعني ان شاء الله. اخيرا السؤال المكرر دايما، النادي الاهلي ان شاء الله هيتواجد ايضا في المحافظات، وحق برضو يعني جماهير النادي الاهلي ان النادي الاهلي يكون موجود في المحافظات في الاختبارات ان شاء الله. احنا عاملين خطه يا كابتن اسامه بالنسبه للنادي الاهلي، مش عايزين نعلن عنها دلوقتي. تمام. لكن في طبعا اختبارات في المحافظات، هنلف محافظات مصر كلها. تمام. من شمالها لجنوبها لغربها، كل مصر هلفها ان شاء الله، انا والرجاله بتاعت المقتلين اللي معايا. ويعني المحافظات دي ان شاء الله هتبقى ولاده بلعيبه تفيد النادي الاهلي وتفيد المنتخبات المصريه، انا متاكد من كده. يعني لعيبه الاقاليم دول هم اللعيبه اللي عندهم مساحه يلعبوا. يمكن هنا في القاهره ما بقاش عندك ملاعب كتير، بقى في ما بقاش في اماكن تقدر تمارس فيها هوايتك او تمارس فيها كره القدم، نظرا للطرق والعربيات والزحمه وكده. لكن في الاقاليم في مساحات خاليه كتيره جدا، فالولد بينزل يلعب كوره، وهو ده اللعيب اللي احنا بندور عليه ان شاء الله. بتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله يا كابتن بدر، تكون اختبارات ناجحه وموفقه ان شاء الله، وكمان يعني تكتشفوا لنا بقى مواهب. النهارده حبيبك كان موجود في التمرين النهارده. ده ابني وحبيبي، ابني طبعا، عشان نقول على الهوا، واحد من اللي اكتشفه من كابتن بدر رجب النهارده كان في زياره للنادي الاهلي، وايضا موجود في تدريبات قطاع الناشئين زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم. محمد النني النهارده موجود مع اللعيبه، مع الكابتن بدر رجب، مع الكابتن خالد بيبو، مع كل فريق واعضاء فريق 2008. هو احنا النهارده كان عندنا تمرينه مع الفريق بتاع 2008، محمد اصر ان هو يجي يبارك لي، وكان نازل اجازه يعني، ويعني كان جاي لي وهو حتى مش نايم، يعني فرحان جدا ان انا رجعت النادي، لان النني اهلاوي عظيم يعني، واكتشافات احد الاكتشافات العظيمه اللي اكتشفتها واللي اضافت لبدر رجب كان من ضمنهم النني، واصر جدا يجي يسلم عليا ويبارك لي. وكان معايا كابتن خالد ديبو، وكان معايا كابتن وليد سليمان، وكابتن احمد ناجي، وكابتن ابو عظيم، الجهاز بتاعنا اللي موجود. واصر يتصور مع الاولاد بتوع 2008، وكان سعيد جدا
وانا بصراحه اتشرفت بيه، لان انا ده نموذج حي للعيبه اللي موجوده او لاي حد عايز عنده طموح عايز يمثل النادي الاهلي، ان احد الاولاد المخلصين اللي كان موجود في النادي الاهلي كافح منذ الصغر وعمل نفسه بنفسه ولاعيب عصامي وصل لاكبر الانديه في العالم الا وهو نادي الارسنال الانجليزي. انا شايفه دلوقتي هو بيكلم اللعيبه، ابرز الحاجات اللي قالها النهارده، النصايح اللي قدمها محمد النني للعيبه النهارده من هو خلال خبراته الكبيره طبعا. قال لهم كلام جميل جدا، يمكن كان اتعلمه وهو صغير قد ايه اللعيب لازم محتاج راحه بعد يوم شاق بيشتغل فيه سواء في الدراسه او في التدريب. تشرب ماء جديد تعوض السوائل اللي انت فقدتها في التدريبات او خلال اليوم. تكافح، لان كره القدم دلوقتي بقت حرب. حرب حتى من ضمنها ما بتقول انا بلعب براس حربه. فانت اوريدي بتحارب عشان تبقى لعيب كوره، لازم يبقى عندك طموح ويبقى عندك ثقه ان ربنا هيكرمك طالما انت بتلعب وبتأدي اللي عليك وبتعمل مجهود كبير، بالتالي هيبقى ليك تواجد في اكبر الانديه مش شرط في مصر بس، زي ما هم عملوا وخرجوا بره وبقوا لعيبه مميزين بيلعبوا في اكبر الانديه في العالم وطلعوا من النادي الاهلي، ودي دفعه كبيره جدا لان احنا النادي الوحيد في مصر اللي طلع حوالي من 14 ل 16 لعيب من قطاع الناشئين في النادي الاهلي احترف في اوروبا. ان شاء الله بحلم وبدعاء كل الجماهير الاهلاويه المخلصه والناس المحبه لبدر رجب ان انا اعيد التجربه دي وتبقى الله. اضافه للنادي الاهلي وتبقى اضافه للمنتخبات المصريه، اما يبقى عندنا لعيبه هتسافر بره ان شاء الله. ان شاء الله قادر عليها كابتن بدر. دي ان شاء نصايح الله. محمد النني للعيبه، عايز بقى اعرف الكواليس ما بينك وبين النني والحكايات الحلوه بتاعت زمان. لا النني ده لعيب عظيم، النني ده كان النني ده كان ولد من الناس اللي عارف اللي هم تحب تهزر معاهم، لان النني كلامه قليل قوي وولد بتاع ربنا وولد مخلص جدا لاهله، خير جدا مع اهله سواء مامته الله يرحمها او بابا الكابتن ناصر النني احد اللعيبه العظماء من بلديه المحله ومن احرف اللعيبه كره شراب في مصر على فكره، يعني النني من عيله كرويه حقيقه، والده لعيب كبير ما شاء الله. كعيله كرويه. وبقول لك انا النهارده اتفقت مع النني، انا شفت ابنه اما كنت عنده كان مضيفني قبل كده السنه اللي فاتت، فاختبرت ابنه في حمام السباحه عنده في الفيلا بتاعته، فقلت له يا نني الولد ده هيبقى احسن منك فبعد اذنك هاته النادي الاهلي وانا اوديه الارسنال كويس يطلع عن طريقنا يعني كويس. فدي من الحاجات اللي كانت بيني وبين النني يعني كواليس كده خفيه. لكن قال لك يعني البطوله ال11 يا كابتن بدر، تتويج الاهلي البطوله ال11. اولا كان سعيد جدا 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 بالنادي الاهلي، لان بيقول لي في اوروبا بيعتبروا النادي الاهلي من الانديه الكبار، الانديه العظيمه اللي هم حتى خصوصا ان هم بيلعب كاس عالم الانديه، فبيلاعب فرق كبيره وبيشوفوا الاداء بتاع النادي الاهلي والروح اللي بيحبوا بيها، هم مستغربين جدا ان كل الناس دي حتى اللعيبه اللي بتبقى من بره عندها نفس الاصرار ونفس الروح، فده ما بقاش موجود في كل الانديه في العالم. فبيقول لك ان الاهلي ليه مدرسه خاصه في التعامل مع لعيبته والتعامل مع البطولات الكبيره، بالتالي كان فرحان جدا 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 وبارك لي وبارك لي اما انا جيت حتى قال لي وشك حلو، قلت له يا سيدي انا عايز ابقى وشي حلو على طول على النادي الاهلي. ان شاء الله دايما وشك حلو يا كابتن بدر حبيبي. وبنتمنى لك ان شاء الله التوفيق وفي المهمه القادمه وايضا في الاختبارات اللي هتنطلق بعد كام يوم كده، وانت ان شاء الله قدها ودود باذن الله. ان شاء الله يا حبيبي، بس انا عايزك يا اسامه تنوه ان كل واحد ان شاء الله ان شاء الله ياخد حقه ان شاء الله، وما تقلقوش خالص وما تضغطوش على اولادكم، نصيحه لاولياء الامور سيبه يلعب ويستمتع، هو ما يستمتع احنا هنستمتع بيه هيبقى موجود معانا، لكن انت ما تضغطوش ما تقولوش امسك الكوره ورقص لوحدك، سيبه هو احنا هناخد حاجتين، انا بغششه ما هو قبل ما امني معاك، احنا هناخد شخصيه وقرار، هناخد لعيب الكوره عنده شخصيه وعنده قرار حتى في السن الصغير. هما ليه بيختاروا رئيس الفصل في السن الصغير في الابتدائي؟ هو ده مدرك؟ مش مدرك، لكن شخصيه عشان كده بيبقى رئيس الفصل. وعنده قرار يقدر ياخده حتى لو المدرس مش موجود. كذلك اللعيب بالنسبه لنا كده، التعامل مع المدرب، التعامل مع الخصم، التعامل مع الكوره، كل دي قراراته الشخصيه ان شاء الله تبقى اسس اختيار اللعيبه في الاختبارات. كلام مهم ونصائح مهمه لاولياء الامور واللاعبين ان شاء الله اللي هيلتحقوا باختبارات النادي الاهلي بدايه من يوم السبت. بنشكرك يا كابتن بدر شكرا جزيلا، ونتمنى لك ان شاء الله كل التوفيق، وزي ما انت عودتنا دايما في اكتشاف المواهب ان شاء الله خلال الفتره القادمه نشوف مواهب ومواهب للنادي الاهلي.